مكتوبه وطالعوا مزيان باش توصل لكم هاد الرسائل هادو. حنا راه شفناهم المره الفايته في داك الفيلم اللي دوزت لكم المره الفايته على شنو هو السكر، ولكن حتى هادشي اللي داروا كله مزيان وفيه شي حوايج اللي داكشي كلشي الواحد يقدر ياخذهم حتى هما. بحال دابا فسروا لنا كيفاش اشنا هو السكر ديال النوع واحد، ملي كطلع السكر، ملي كتنقص الانسولين. واللي انا عجبني فيه هو قضيه الماكله، الماكله اللي لاحظتوا بالنسبه للسكر كلهم دايرين تباصل، كلشي الناس دايرين القياس كيقيسوا بالمعالق وداكشي، وهذا هو اللي خصنا حنايا في حقها في الماكله ديالنا، لان حنا ما عندناش القياس، ولا ما كانش القياس اش كيدير السكر؟ كيطلع. دونك هادشي علاش واحد خصو ينظم الماكله ديالو. في الحقيقه بارك الله عليكم وفيليسيتاسيون.